مسرح جمعية التعليم المسيحي الذي نحن موجودون به اليوم، جاء هذا التكريم متزامنا مع نصر حلب، وانتصرت حلب، انتصرت بعد 7 عجاف من سنوات الحرب الممنهج للبنية التحتية المعمارية، حيث عملت قمح جروب بكادرها المتميز على المساهمة في عدة مشاريع هامة في مدينة حلب وريف حلب، موجهة رسالة صارخة أننا باقون متشبثون بأرضنا، رافعين فوقها البنيان والصروح والمشاريع الهامة. فحلب لنا، وكما قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطابه المتلفز الأخير والذي وجهه خصيصا لنصر حلب، المعركة العسكرية في مدينة حلب انتهت لتبدأ بعدها المعركة الأخطر والأهم، معركة تحدي، معركة إعادة الإعمار. هذه المقولة وضعتها قمح جروب نصب أعينها، فنحن نعتبر تكريمنا اليوم بداية لانطلاقة جديدة بالمزيد والمزيد من الخطط والمشاريع. لكن قبل البدء بفقراتنا اليوم لابد أن ننحني إجلالا وإكبارا لمن بفضلهم نحن موجودون ها هنا، إلى من سكب دماءه الطاهرة ليروي بها ظمأ تراب سوريا. تحية لك في عليائك وطوبى لك، فلولاك ما نعم أطفالنا بقطرة ماء ولا حبة قمح، فاخترت أن تعجنها بدمائك النبيلة. إلى أرواح شهدائنا الأبرار من مدنيين وعسكريين، وإلى روح القائد المؤسس حافظ الأسد، نقف دقيقة صمت. مع النشيد الأغلى على قلوبنا جميعا، النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. الأمان وحق الفؤاد على عالم ضم شعبه.
إذن دائما في مدينة حلب وسوريا لا نكاد نميز بين قرع أجراس الكنائس والأذان الذي يرفع من المساجد، فنحن مدينة الحضارة والإنسانية. لكل من حاول تشويه حضارتنا نقول، ومن منبر مسرح جمعية التعليم المسيحي وبلسان كامل كادر قمح جروب نقولها عاليا: سنرفع الأذان في كنائسنا ونضيء الشموع شاكرين الرب مع صلواتنا في مآذننا، لأننا السادة السيريان، لأننا سوريا الحضارة. هي تجمع لأربع شركات، وسنابل القمح في بلدنا سوريا رمز للخير والعطاء، فهي أساس الحياة وقوت الشعب، هي البداية والمنطلق، اللبنة الأساسية والطاقة التي عملت الشركة جاهدا للوقوف جنبا إلى جنب من أجل تفعيلها في رحلة إعادة الإعمار، ووضعت نصب أعينها أهدافا نفذتها وتنفذها وستنفذها عبر ورشاتها خلايا النحل في خدمة المجتمع بتوفير مشاريع نوعية ترفد الوطن بمرحلة إعادة الإعمار للبنى التحتية. أدعو الأستاذ والمهندس المعماري واجد صباغ ليشرح لنا عن مجموعة قمح بالفيديو التوضيح التالي، فليتفضل مشكورا. مساء الخير، واجد صباغ مهندس معماري مجموعة شركات قمح جروب. الحقيقة السعادة غمرتني وأنا واقف أمام حشد من الشخصيات الهامة يلي كلنا مؤمنين أنها رح تكون طليعة في معركة إعادة الإعمار في بلدنا الحبيب سوريا بشكل عام، وإعمار مدينتنا الغالية حلب على قلوبنا جميعا. للتعريف الشركة عملنا برومو لحتى يكون ملخص لمنجزات الشركة، مشاريع أهدافها وطموحاتها. مجموعة قمح تضم عدة شركات: شركة يمهاد للمقاولات والتعهدات، شركة توتول للتطوير والاستثمار العقاري، شركة جوزنا للسياحة والسفر، وشركة قمح لإقامة واستثمار المشاريع الزراعية ومشاريع تأهيل واستزراع النباتات متعددة الأغراض. الهدف من تنوع شركات مجموعتنا واختصاصاتها كان تنفيذ مشاريع نوعية وعقد الشراكات والتعاون المتبادل مع الشركات العالمية من جهة، والشركات المحلية العامة والخاصة من جهة أخرى، وذلك في المجالات المختلفة. خلال عمل قمح جروب تعاملنا من خلال عدة شراكات مختلفة مع جهات حكومية ومؤسسات دولة وشركات خاصة. توتول للتطوير والاستثمار العقاري تعتمد على فريق كبير وخلية نحل من المهندسين من الاختصاصات المختلفة اللي بشكلوا مزيج رائع من الخبرة وأيضا روح الشباب. هدفهم الوحيد جميعا هو تحقيق رسالتنا بخدمة المجتمع والعملاء والمشاركة الفعالة دائما في دفع عجلة التطوير إلى الأمام. يمهاد للمقاولات والتعهدات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع مثل إعادة تأهيل مستودعات الحبوب وعزلها في جبرين، وإعادة تأهيل 5 مدارس في الريف برعاية من اليونيسف. توتول راح تقدم منتجات عقارية ومخرجات متميزة سواء كدراسات أو تنفيذ، مثل مشروع ضاحية توتول في ريف حلب الغربي اللي هو قيد الدراسة حاليا. منلاحظ بالبرومو عدة مشاريع اشتغلنا عليها دراسات أو تنفيذ أو دراسات وتنفيذ معا. مشاريعنا دائما عم تكون من أرض الواقع وليست مجرد حبر على ورق، هذا الشيء طبعا نتيجة الاكتفاء الذاتي الموجود في مجموعتنا. من ناحية التصميم والتنفيذ، مشروع نادي الجلاء يمتاز بكثير من الحداثة مع إدراج فكرة التنمية المستدامة ليتمحور حول المشروع. دائما ما تسعى شركاتنا لاختيار المشاريع النوعية المختلفة، فمثلا المسرح اللي موجودين نحن فيه حاليا مسرح جمعية التعليم المسيحي
منشوف فيه أهم جوانب العمارة: الوظيفة، المتانة، الاقتصاد، والكثير الكثير من الجمال. في مقترح ضاحية دويرينة من هيئة التطوير والاستثمار العقاري، يتضح أن دراسته كانت لتحقيق كل المنفعة المرجوة منه بأسلوب عصري جديد ليساعد على تأمين السكن بحالة جيدة، خدمات نوعية وأسعار مناسبة. وطبعاً عم نشوف تنوع التصاميم وحيويتها. أيضاً تم دراسة مشروع استثماري ترفيهي سكني على أرض واقعة على طريق مطار حلب، منلاحظ فيه الأصالة الممزوجة بروح الحداثة، مع توفر كل الخدمات اللازمة ليكون متميز وعصري ويرضي طموحات الشركة والمجتمع. أحد مشاريعنا أيضاً هو تحويل سكة حديد مدينة حلب لمحور من الفعاليات الاقتصادية والترفيهية للمدينة، وذلك على طول 7 كيلومتر. تتوزع هذه الفعاليات على عدة مناسيب لتحقيق هدفها ودفع الحركة الاقتصادية في المدينة. من أهم مشاريع توتول هو مشروع ضاحية توتول السكنية، وهي ضاحية متكاملة العناصر من المباني والشقق السكنية والخدمات العامة، بالإضافة لأسواق ومراكز تجارية وغيرها من العناصر المكملة للمشروع. أيضا واحد من أهم مشاريع يمهار هو إعادة تأهيل وديكور مشروع أرينا مول في حلب الجديدة، أيضا دراسته وتنفيذه كانت بشكل متميز. ويمهاد كما ذكرنا سابقا اعتمدت دائما على المشاريع النوعية لتعكس شخصية الشركة والمجموعة. واحد المشاريع قيد التنفيذ هو إعمار وإعادة تأهيل الملحق بمبنى الطائفة الأرمنية الإنجيلية. مجموعة قمح طبعا لا تهتم فقط بإعادة الإعمار المادي، وإنما إعادة الإعمار البشري، ولذلك هي دعمت دائما وتدعم مبادرات وطموحات ومشاريع الشباب. وهذا الشيء بنشوفه بعدة فعاليات ونشاطات عملتها مجموعة قمح. في النهاية بنقول المستقبل سيكون مشرقا بجهودنا المتضافرة أنتم ونحن، وسنابل قمحنا ستكون ملأة دوما. شكرا لحضوركم. كل الشكر للمهندس واجد سباغ على هذا الشرح التوضيحي لمجموعة قمح. سوريا لوحة فسيفسائية متراكبة، لا يكاد الناظر إليها أن يفرق بين قطاعها التي تشكل عبر تكاتفها صورة لا تشبهها صورة. وتراثنا عريق متنوع متشعب، لولا هذا التركيب المجتمعي وإرادة الحياة ما كان نصر حلب. نبقى الآن مع لوحة فنية من الفولكلور الشعبي الشركسي لنتابع. Thank you.
مجتمعون نحن اليوم في هذا الصرح المعماري الفني المتميز، وتجدر الإشارة أن هذا المبنى بكامله ذو تصميم وديكور واحد بطوابقه جميعا إلا المسرح، حيث تم تمييزه معماريا. فقمح جروب أرادت أن تترك لمساتها المعمارية الفنية فيه. أدعو المهندسة المعمارية رغد دانيال للشرح أكثر عبر فيديو توضيحي، فلتتفضل مشكورة. اليوم المميز لشركتنا، يوم عم نحصد فيه تعب كادر كامل، كادر متكامل، تعب وجهد جنود مجهولة كان كل هدفهم يطلع المشروع بهالمظهر الفني المميز. يوم عم نحصد فيه تعاون ما بين كادر جمعية التعليم المسيحي المميز وما بين كوادر الهندسية بشركتنا والورشات اللي كانوا بالمستوى العالي المطلوب. أهلا وسهلا فيكم، مشاعري ما بتوصل كلمات. أنا واقفة قدام حضراتكم لحتى أقدم مشروع مسرح جمعية التعليم المسيحي، هالمشروع اللي هو أحد أهم مشاريع يمهاد الخاصة. مثل ما شركة يمهاد مميزة، كان المفروض تطلع دراسة مشروع مسرح جمعية التعليم مميزة، فلحتى يطلع بهاللوحة الفنية المميزة بالنسبة لمبنى جمعية التعليم المسيحي وأيضا بالنسبة لمسارح سورية عامة. وهالشيء تم عن طريق التصاميم المميزة بالنسبة لقاعة المسرح اللي كانت هي عبارة عن خطوط انسيابية مريحة متلاقية بأعلى خشبة المسرح بلوحة الصليب. وظهر هالشيء أيضا مو بس بصالة المسرح، التميز ظهر بكل أقسام المسرح، فظهر بلوحة ستنا مريم بالصالات، وأيضا لوحة الرسل الأربعة، ولوحة التشريفات، وأيضا لوحة البيانو اللي هي موجودة بقسم الكواليس. وتميزت إحدى الصالات بوجود زجاج مغشى مرسوم عليه قصة سيدنا المسيح. وهلا رح أترككم مع برومو حضرناه لحتى يكون إن شاء الله يكون وافي بالشرح. مشروع مسرح التعليم المسيحي هو مشروع من تصميم ودراسة وتنفيذ شركة يمهاد للمقاولات. لقد تم تكليفنا من قبل هيئة جمعية التعليم المسيحي بأن نقوم بدراسة كاملة لمبنى جمعية التعليم المسيحي في القبو، حيث تم إنشاؤه منذ عشرات السنين، ولكن المسرح أجل لتاريخ الآن. قامت الشركة بمساعدة مهندسين قسم الهندسة المعمارية وقسم الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية لدراسة هذا المشروع من حيث التصميم ومن حيث مخططات التنفيذ ومن حيث الكلف الأولية والتقريبية لهذا المشروع. في النهاية نشكر إدارة التعليم المسيحي على هذا المشروع الذي أعطى لشركتنا وجها حضاريا جيدا. وبشكل عام يعتبر من أحدث المسارح الموجودة في مدينة حلب.
لما أوكلوا لنا إلي يعني تنفيذ هالمشروع، عملت من اللحظة الأولى على أن يكون هذا العمل صرح حضاري يليق بتاريخ حلب الحضاري، يليق بشعبه المتذوق للفن دائما. قسم الكواليس وهو القسم المرتبط بخشبة المسرح ويحوي على قسم المكياج وقسم الملابس مع الخزن الضرورية، وقد زين القسم بأجمل الديكورات الجدارية وأهمها لوحة البيانو. القسم الثالث هو الاستراحة الأولى ومساحتها 70 متر مربع، وهي تحوي كافيتيريا لتقديم الجمهور، وقد زودت الاستراحة بأجمل الديكورات للجدران والأسقف وأهمها لوحة السيدة مريم، وهي تحوي على لوحات فنية وزخارف على الجدران ولوحة الشرف، وقد زودت الجدران والأسقف بأجمل الديكورات وأهمها لوحة الأناجيل الأربعة ولوحة التشييم ومكان التشريفات. وأنا بهالمجال ومن خلال موقعي كمهندس إشراف المشروع بقدر بقول بصراحة وبصدق إن شركة إمهاد نجحت نجاح كبير في تنفيذ هذا العمل. أدت رسالتها بشكل فني وبجودة فنية عالية وبمعايير ومتطلبات، المعايير كانت قياسية ودولية ممتازة سواء من ناحية الأجهزة ومن ناحية الإدارة. وبالنهاية بقدر بقول إني نشكر الله والله وفقنا في إني ننفذ هالعمل هذا بصورة طليق في مجتمعنا. وشكرا. وفي النهاية أشكر جميع الزملاء المهندسين والفنيين الذين شاركوني في تنفيذ هذا العمل، وعلى رأسهم مدير الشركة السيد محمد الموسى. سنتان ونصف السنة فقط، قمح جروب أكدت بإنجازاتها المقولة: العمر لا يقاس بالسنوات بل بالإنجازات والعمل. كلمة قمح جروب من مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد جاسم الموسى، فليتفضل مشكورا. وسهلا فيكم، بشكر حضوركم جميعا. طبعا الوقفه قدام المسرح هيك شوي بتلبك شوي صعبه، فتحملونا شوي. طبعا مبروك نصر حلب، مبروك نصر سوريا، مبروك نصر الجيش العربي السوري، مبروك فتح طريق دمشق حلب الدولي، ومبروك فتح مطار حلب الدولي. كنا بنتمنى يكون بيناتنا الأب فراس اللي كان له دور كبير بنجاح وانجاز المشروع، وكان معنا خطوة بخطوة وكل لحظة من لحظات المشروع، فبنشكره وبنشكر الأب فريد وبنشكر جمعية التعليم المسيحي. طبعا كل الشكر لكم رئيسا وأعضاءا، وبنشكر فريق شركة يمهاد لإنجاز هالمشروع والسرح العظيم. طبعا احنا هديتنا للأب فراس وهديتنا لجمعية التعليم المسيحي هي قرار مجلس إدارة شركة يمهاد بصيانة دورية وبشكل دوري ومجاني للمسرح وكفالته وضمانته، وهذا المسرح راح يكون على عاتق شركة يمهاد، وهي هديتنا لجمعية التعليم المسيحي. فنحن رسالتنا نجينا لنبني ونستمر، فهي هي الرسالة اللي حبوا يوصلوها شركة يمهاد. اسمحوا لي هلا بشوي، كان الاستاذ يوسف كردي معنا وغادر لانه صار عنده اجتماع طارئ، كان عم يسالني شو معنى اسم يمهاد وشو معنى اسم توتول وشو معنى اسم الشركات تبعكم. طبعا احنا بعيد عن الفيديو اللي شفناه قبل شوي عم يحكي عن شركات مجموعه قمح. نحن حبينا نختار الاسماء ونكون دقيقين بالاسماء هي لتعبر عن الحضاره السوريه. مجموعه قمح هي قمح الخير، قمح العطاء،
قمح المحبة وقمح التاريخ قمح المستقبل. أما أولى شركات مجموعة قمح كان شركة توتول، طبعا مشكور الدكتور أحمد حمصي اللي ساعدنا كتير بهالشركة وقوانا وفعلا أعطانا دعم كبير لحتى نمشي بهالشركة. شركة توتول تهتم بالتطوير والاستثمار، هي شركة تطوير واستثمار عقاري، أي دراسة وتخطيط وبناء المدن الحديثة. واسم توتول إجا من هو الاسم الأول لمدينة الرقة اللي هي مدينتي وبعتز فيها. طبعا الشركة شكرا لك. شركة يمهاد هي مملكة حلب، أي يمحاض، تمام أستاذ إيلين، أي يمحاض. فشركة يمهاد هي شركة يمهاد للمقاولات، وأخذنا الاسم من مملكة حلب. طبعا حلب عزيزة على قلوبنا، وحلب هي الحلب الأصالة وحلب التاريخ وحلب الحضارة، ويعني عليك يا حلب ما فينا، يعني حلب دائما موجودة بقلوبنا. الفرحة الأكبر فعلا هي ما هي مقصودة بس صارت، إنه نهار الخميس رست علينا مناقصة مع الطرق والجسور والمؤسسة السورية للحبوب. أخذنا أكبر مشروع بتوقع بعام 2019 و2020، وهو مشروع ضخم جدا لبناء صوامع معدنية بالمواقع الخمسة في الريف الحلبي، وهذا مشروع كتير ضخم. وبنبارك للشركة يمهاد لأنه وصلت لهالمرحلة هاي لبناء الصوامع وتجهيز الصوامع، وإن شاء الله راح نشوف نجاحات أكبر وأكبر. وباستثناء كمان بنشتغل جسور حلب تقريبا كلياتها مع المشاريع المائية وإصلاح الأراضي. الشركة الثالثة هي شركة جوزانا، شركة جوزانا للسياحة، وهي مدينة جوزانا أي مدينة تل حلف، مدينة رأس العين. وجوزانا أخذت آثارها إلى برلين، متحف برلين، وعيد جزء من آثارها لمتحف حلب، هو على مدخل متحف حلب، مو جزء من آثار عفوا يعني تصاميم عن آثارها أو مجسمات عن آثارها لمدخل متحف مدينة حلب، وهي الأسود الثلاث بفرسانية. أما شركتنا الرابعة هي شركة قمح، والتي تهتم بالإنتاج الزراعي، بالإنتاج والصناعة الزراعية والعلفية والثروة الحيوانية، وهي رح عن قريب رح نشوفها موجودة بالريف الحلبي ورح نسمع نجاحاتها إن شاء الله، طبعا بدعم الريف الحلبي ودعم أهلنا. يعني أن الشركة الأهم واللي هلأ نحن اليوم رح نستغل الفرصة لحتى نطلق هالشركة، وهي شركة تهتم بإعادة وبناء المدن القديمة، وتهتم بالتوثيق المعماري والتوثيق المخطوطات، بتوثيق المخطوطات والكتب والصور القديمة الفوتوغرافية القديمة، وتهتم أيضا بالحكايات والأسر الاجتماعية. هالشركة هي شكلنا لها خلية، أو شكلنا لها خلية نحل، أو نقول مجموعة لتباشر العمل. وطبعا استعنا بالمستشار الأستاذ علاء السيد اللي كان له دور كتير كبير بتوضيح رؤية الشركة. أنا بعتذر أستاذ علاء إذا ذكرت الاسم بدون شو اسمه، بس الأستاذ علاء كان متردد كتير أنه يعني سمع من هالحكي كتير، في جاء عالم كتير وجو تجار وأبدوا أنه هن رح يساعدوا رح يوثقوا رح كذا، فنحن رح ربينا نشوفه أنه نحن جديين، وهي أول شركة سورية بامتياز، ورح تكون شركة حلبية بامتياز، لأنه هالشركة هاي تكون جاهزة وحاضرة للتوثيق التاريخ والحضارة السورية، ونحن كلنا نعتز بحضارتنا. لذلك أستاذ علاء بنوعدك، بنوعد الأستاذ إيلين كيلو، بنوعد الأستاذ زاهر فوق، بنوعدكم كأثريين وتوثيقيين أنه نحن رح نكون فعلا جنود وجاهزين لنوثق حضارتنا اللي كتير حاولوا يدمروها وسرقوا آثارنا ونهبوا كل مخطوطاتنا. إن شاء الله يا رب رح نوثق هاي ونكون جاهزين، ونرجع نكون شكل فريق كمان كمقاولات لإعادة بناء المدينة القديمة. فاسمحوا لي بالتاريخ هذا اللي هو 22/2 لعام 2020 نطلق شركة رحى للتوثيق وإعادة البناء وإعادة بناء المدن القديمة. مبروك للشركة. هلا حسستوني أنا مسؤول، عم تصفوا لي كتير يعني. أحكي لكم شوي عن كادر شركتنا اللي أنا بعتز فيه، ولو لا ما حصلنا نعمل شيء. والكادر هذا في منه موجود، كان موجود معنا حاليا وتستمر معنا، وفي منه غادرنا بس هو موجود بقلوبنا. طبعا احنا اعتمدنا على اختيار كوادر متميزة وناجحة، وهالكوادر هاي كانت شوي كبيرة بالعمر لأنه عندها خبرة، فهالكوادر كانت عم تساعدنا وكانت عندها قدرة عالية للتكيف مع الظروف
صعب جدا انك انت تبني ظرف الحرب، هذا صعب، قذائف وشيء عم يطلع وينزل، هلا سموه المغضوب ما هيك، شيء عم يطلع وينزل، وصعب الاسعار وصعب الدراسه وكل شيء بدك تورد من برا، وصعب كل شيء، الظروف هي كانت صعبه بشكل كبير. فنحن كان منا بدنا يعني بدنا ننجح، فاخترنا هالكوادر هاي وحاولنا انه نطعم هالكوادر بروح الشباب. طبعا انا ما بختي خطوه الا اكون قد واثق منا ان شاء الله. فكانت صعبه جدا انك تطعم روح الشباب لحمل مشعل لاعاده بناء سوريا، وروح الشباب لادخال الاساليب التكنولوجيه الحديثه مع الكادر اللي كان موجود. كان يعني شوي صعبه الحكايه، بس بالنهايه اكتشفت في فعلا شيء عظيم، اكتشفت صوت الشباب عم يصرخ ويقول نحن ما هاجرنا، نحن ضلينا، نحن بقينا، نحن رح نعمرها، نحن سوريا، نحن الوطن، نحن رح نرجع كل شيء. تحية للشباب عن جد، فعلا بدنا تحية، هن بيستاهلوا الزاكرة. يعني فريق الشباب، الأستاذ محمد عسلي درس هالمشروع هذا مع فريق هندسي اللي هي الأستاذ رغد والأستاذ عبد الجبار، وكان معهم فريق هندسي أعطونا أفكار حلوة. في فريق هندسي كبير كمان نفذ وطبق على الواقع. ونحن ما عم نحكي بمسرح، نحن عم نحكي بظروف صعبة انك تعمل هيك شيء. ولو انه كان المسرح هذا بجوز صغير، بس ان شاء الله حتشوفوا مشاريع اكبر. هي تجربة من التجارب اللي احنا وصلنا لها. انا اسف طولت عليكم، بس ضلت فقرة صغيرة بدي احكيها، وهي من فترة جاني احد المدراء المهمين جدا بشركتنا وحكالي انه هو بيعبر عن محبته للشركة ولاءه المطلق لاستمرار عمل الشركة. انا هذا الحدث بدي احكي عنه لانه هذا بيهم وبيخصنا كشركة لسياسة الموارد البشرية للشركة. فعلا وقفني كلمة ولاء. نحن يمكن الموجودين هون ولاءنا لبلدنا خلانا نشتغل، خلانا نصبر، خلانا نتحمل، خلانا نعمر بلدنا. وفعلا في ناس عم تعمر الحجر، في ناس عم تعمر البشر، في ناس عم تدافع عن بلدنا سياسيا اعلاميا وحتى عسكريا، وحتى في ناس بصلواتها تمام كانت عم تحمي هالبلد. هالشي هذا خلاني وقف عنده وفعلا اتخذ منه هالكلمة. هي كلمة ولاء، هي كلمة صعبة جدا ولازم تكون حقيقية بالفعل. فحاولت وانتظرت انه فرصة لأشوف هالمدير هذا بخطأ صغير لإله، استغل هالخطأ وفعلا ابعت له بلاغ او بلغه انه انت خلال 15 يوم لازم تغادر الفريق. اتفاجأ الفريق لانه هالمدير هذا له حضور كبير وله محبة بين الفريق بشكل كبير. حلوة بس كل سكت هيك عم يسمعني تمام. فالكل طبعا تفاجأ وبلشت يعني فعلا كانت صدمة كبيرة بالشركة. جيت أنا ثاني يوم الصبح على الشركة، فبالعادة الصبايا والشباب يكونوا مبتسمين ومتفاعلين وأكثر شيء. دخلت لقيت المهندسة رميم عم تطلع بالسقف، طلعت معها سألت صباح الخير، قالت أهلين أستاذ ناشفة. دخلت لقيت المهندسة جودي كمان عم اسألها، كمان كانت صعوبة. الآنسة جودي عم تطلع بالأرض قلنا لها مرحبا آنسة جودي، قالت أهلين. المهم ما وصلت لجوه الا انا حسيت انه معي كورونا وداخل انشره بالشركه، كان يعني مستحيل اني كفي. فبلشوا طبعا المدراء اللي حكيت عنهم والاساتذه الكبار بالعمر اللي هن العزيزين على قلبي وانا خبرتهم مستحيل يعني هن سبب نجاحنا بالشركه. فبلشوا يدخلوا انه لازم نعيد القرار، في اجحاف، لازم ننتبه على النقطه هاي، ما بصير هيك استاذ، هيك بنفقد مصداقيتنا بين الكوادر وبين الموارد البشريه. أنا كنت مصر إصرار تام على أنه هالشخص لازم يغادر الفريق خلال 15 يوم، والشي هذا كان صدمة للكل. فعلا نطرت كم يوم، بعثت على الشخص المدير هذا وقلت له شو أنت رح تغادرنا؟ لا شو عملت؟ شو رح تعملنا؟ قام قال لي أستاذ لا تسأل عن شيء، أمور كلها تمام، فعلا أنا صح رح أغادر، بس يجوز تهتزوا أنتوا شغلة شهر، بس أنا بهالشهر رح تابع مع الفريق بشكل كامل ورح يكون كل شيء ماشي تمام، فلا تسأل عن الموضوع هذا أستاذ. وكأنه بعد شهر ما كنت موجود أنا بالشركة. ففعلا كان في ولاء مطلق. فسيدات سادتي اسمحوا لي بتكريم المهندسين، مهندسين شركة يمهات وجميع القائمين اللي
نفذوا هالمشروع، ولكن الدرع الأول لمجموعة قمح هو درع له رمزية خاصة، وهي أول مرة بنكرر أن نحن نقدم دروع له رمزية خاصة. والدرع الأول فعلا هذا درع خاص وعزيز على قلوبنا، وهو درع الولاء. فاسمحوا لي أن أقدم درع الولاء لمدير عام شركة جوزنا الأنسة علياء العجيلي بنت الفراق فالفتحة. وشكرا. كما أدعو أبونا فريد بطرس إلى المسرح من أجل عملية التكريم فليتفضل مشكورا. أدعو الدكتور أحمد حمصي والدكتور تمام رعد من أجل عملية التكريم فليتفضلوا مشكورين. أيضا أدعو الأستاذة إيلين كيلو فلتتفضل مشكورة. التي ساهمت في مشروع مسرح جمعية التعليم المسيحي السيد يوسف حميدي. محمد يوسف مولوي. صورة تذكارية في نهاية التكريم. السيد سعد الله الجاسم. السيد
نادر نيشلي. لتكريم الورشات التي ساهمت في مشروع مسرح جمعية التعليم المسيحي مع صور تذكارية لمن تم تكريمهم اليوم من الورشات. المهندس الاستشاري نبيل غورو. اسكندر حمصي. المهندس الاستشاري بكور مسلماني. صور تذكارية مع المهندسين وإدارة المجموعة. الذين ساهموا في هذا المشروع، مشروع مسرح جمعية التعليم المسيحي.
امبارح ونحن بالبروفا كان في فقرة سرية ما كتبتها على الورق، اليوم قبل ما نبدأ التقديم كتبتها. من حق من كرم أن يكرم، وعندما يطبق رأس الهرم القاعدة الأولى في نجاح أي مؤسسة إدارية وهي محبة فريق العمل بعضهم لبعض وليس التفرقة، لابد أن يبادلوه ذلك الاحترام والحب. لذلك ونيابة عن كل العاملين في قمح جروب، أدعو المهندسة عليا العجيلي المساعدة الإدارية لرئيس مجلس إدارة قمح جروب فلتتفضل على المسرح. مساء الخير. أول شيء أنا عليا العجيلي المساعدة الإدارية لرئيس مجلس إدارة المجموعة. صراحة اليوم كنا مخططين إنه نعمل له مفاجأة للأستاذ محمد، هو اللي فاجأنا لأنه هو سباق كالعادة بكل شيء. وبعتذر عن صوتي، أنا مرضانة بس في كل الأحوال صوتي ما حلو. اللي بدي أقوله إنه أنا حبيت أستغل هذا الإيفنت اللي صار اليوم، لأنه أنا صار لي سنتين عم أشتغل بالشركة. بهاي السنتين كان قدوتي هو أستاذ محمد، قدوتي بالعمل، قدوتي بالصبر، قدوتي لأوصل للشيء اللي بدي إياه. بس بهاي السنتين ما قدرت ولا يوم أعبر له عن امتناني لإله ومحبتي لإله، والشيء اللي بشيله بقلبي لإله كعمل إنه علمني كتير شغلات، الثقة اللي أعطاني إياها. مو بس أنا، كل الكادر ما صح لنا ولا مرة إنه أعبر له عن هذا الشيء. هيك اليوم استغلينا هذا الإيفنت لحتى نقدر نقدم له شيء بسيط، هو كتير كتير ما رح يكون شيء كتير كبير، بس يضل ذكرى ورح يضل شيء حلو. وحبينا نعبر لك شوي، رح نشوف هلا فيديو جهزنا للأستاذ محمد، هو رح يكون مفاجأة صراحة لك إن شاء الله يعجبكم. مدير مشروع للجسور، نتشكر للأستاذ محمد على إدارته الناجحة، قسم الدراسات بشركة يمهات. أشكر الأستاذ محمد مدير الشركة لجهوده المبذولة بتأمين جبهات العمل. قانوني بشركة يمهات اكتسبت كثير خبرات خلال عملي بالشركة إضافة لخبراتي السابقة. بتشكر أستاذ محمد على أسلوبه الراقي بالتعامل مدير الشركة لتميزه في العمل ومحبته لكل موظف لديه يعمل بجد ونشاط. كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد على رعايته لأمني وعلى إدارته للشركة. أستاذ محمد أستاذ هو شخص كتير طموح وبيستاهل كل خير، وإن شاء الله دايما الشركة بتكون بأعلى المراتب. بتمنى له كل التوفيق وسعادة ونجاح لأني كان إنه أخ. اللي بدي أقوله إنه الأستاذ محمد حدا مميز لدرجة أول ما شفته قلت كلمة واحدة بس: أستاذ محمد بشكرك على الدعم اللي قدمت لي، يا ريت تكون بيوم من الأيام مثله. شكرا كثير أستاذ محمد، تعاملنا مع إدارة شركة المهات كانت قدوتي و
ومرجعيتي دكاترتي وجامعه. بالمراحل العمليه كانت قدوتي استاذ محمد، لانه هو دائما بضل الدعم الاول لنا، دعم نقول لنا كلياتنا توجيهاته وارشاده. سامي بير اردان عبد الدايركشن دراسه وصناعه افلام وثائقيه. فتره استغربتي خلال تواصل بالشركه. زادت خبرتي. شكرا استاذ محمد كثير. شكرا على حضارتك وشكرا على تفاهمك لكل الكادر من موظفين لمهندسين. اسمي رامي بير اردان من شركه يمهات، قسم الميديا، قسم الاتصالات البصريه. بصراحه كعمل فني لكل شركه في هويه بصريه، شركه يمهات هي تجهد بالعمل الجماعي، هو التيم ورك، هويتها هي التيم ورك. فانا بصراحه حابب اقدم شكر كثير خاص وكبير للاستاذ محمد الموسى. شكرا كثير استاذ لجهودك للكادر. محمد فيصل دوبا مهندس معماري، احب اشكر الاستاذ محمد جاسم الموسى على الدعم والثقه الكبيره اللي اعطانا اياها. عبد الجبار سليماني مهندس عمران قسم الدراسات. شكرا كثير لك استاذ محمد لانك عمال تامن الظروف يلي خلت مشروع مثل هذا انه يتم، هاي الظروف يلي بغير شركات ما عمال تتوفر. شكرا كثير لك استاذ محمد. في لك رؤيه خاصه لمستقبل الشركه، بتمنى كل كوادر الشركه انه تشوف الرؤيه هاي، واتمنى انا انه هالرؤيه تتحقق. استاذ محمد انا حبيت استغل المناسبه اللي عم تصير وعملنا لك هذا الفيديو البسيط لحتى يضل فكره لقدام على طول، وتضل تتذكر انه عندك كادر كثير بحبك وكثير ممتن لك وانت سبب نجاحه على طول. استاذ محمد برايي هو الشخص الاجدر انه هو يتكلم بهذا المشروع، وانا حبيت صراحه استغل هذا الايفنت لحتى اقدر اعبر له انا كل الكادر عن المحبه والامتنان اللي بقلبنا له. ولهيك انا بدي اقول لك شكرا. شكرا لانه السبب الرئيسي بنجاح كل شخص بهي الشركه اللي هي عائله. وبدي اقول لك شكرا لانه انت علمنا الطريقه الصح لحتى نكون. بدي اقول لك شكرا على الثقه اللي عم تعطينا اياها، وشكرا على كل شيء عم تقدم لنا اياه واللي عم يزيد وما عم ينقص. بحياتك ما كنت عم تبني اسم لك بس، بالعكس تماما انت كنت عم تبني صرح عظيم وما زلت ورح تضل، ونحن ان شاء الله رح نضل معك مستمرين ورح نكون امامك ورح نكون سندك. وحابين هديك هذا الدرع لأنه أنت عن جد شخص تستاهل. سعد مساء. اليوم مجتمعين لنكرر الأساتذة المهندسين اللي أشرفوا على تنفيذ هاللوحة الفنية اللي هي مسرح التعليم المسيحي بحلب. وحبينا نكرم أخي وصديقي أبو جاسم إنه صاحب الرؤية، صاحب الفكرة، صاحب النظر البعيد. نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح من أفضل إلى أفضل، ومثل ما بتعرف نحن دائما معك على الحلو وعلى المر. سلام. أستاذ محمد هو أبداً أنا مجرد حكي الشيء اللي سمعته، كل واحد حكى اللي بقلبه لنا بناحيتك. كتبنا لك على الدرع كن بخير يا كمالنا، إننا بحسب اتزانك نستعيد اتزاننا. تفضل أستاذ محمد. بدي أتمنى من كل شخص أو صبية طلعوا بهذا الفيديو يتفضلوا معنا على المسرح من أجل صورة تذكارية لكادر قمح جروب أثناء تسليم الأستاذ محمد درع المحبة من الكادر. يا ريت من الكادر قمح جروب نتفضل للمسرح من أجل تسليم درع المحبة لرأس هرم قمح جروب الأستاذ محمد الموسى. دقوا على الخشب كادر كتير كبير، بده مسرحين كمان.
مشاعر محبة ممزوجة بالفخر بهذا الإنجاز والإنجازات القادمة إن شاء الله. شكراً لكادر قمح جروب على هاي اللحظات الحلوة. يا ريت نرجع ناخد أماكننا لو سمحتوا حتى نتابع فقراتنا المتبقية. طبعاً أنا على أساس فاجأت الفريق وفاجأت الأستاذة عليا لأنه كنا ضغطين عليها الفترة الماضية، فهي أخت كبيرة لأن وهي عمرها أصغر منا بس يعني، والفريق الشباب كمان، بس ما شاء الله كلاتهم مرتبيني مفاجأة وأنا مالي خبر فيها. فنحن آسفين بجوز هلأ شرط صارت بحد يحسب أنه نحن عاملين مغالاة أو شيء، لأن الموضوع صدقاً كله مفاجآت وهي مقصودة أبداً. بشكر الجميع وبشكركم لأنه شرفتونا، وبعتذر إذا كانت هيك صارت المفاجآت هي، بس هي فعلاً يعني شيء كبير قلبنا. شكراً لكم. فقرتنا بلوحة فنية أيضا للفرقة الشركسية. Thank you.
خلونا نطلع من جو الرسمية شوي، وصلنا لفقرة الختام مثل ما بيقول. بنهاية فعاليتنا اليوم، فعالية تكريم أسرة مشروع مسرح جمعية التعليم المسيحي، نحن قمح جروب نقول إن هذا التكريم لن يكون النهاية لإنجازاتنا وفعالياتنا، بل ومن هذا المنبر وفي هذه اللحظة نعلنها بداية لمشروع وإنجاز جديد للمجموعة. المشروع هو تدشين أرينا مول في حلب الجديدة والمعروف نيو تاون سابقا، حيث تم إعادة تأهيله وديكوره وإكسائه. وككلمة أخيرة اليوم، نحن قمح جروب لم نبدأ بعد، إنجازاتنا تتكلم عنا. موعدنا معكم في فعالية أخرى وإنجاز آخر، محتفلين بإتمامه، وشكراً.